نعبروا على يعني مخاوف المستقبل، لان اليوم كنشوفوا واحد العدد ديال التدابير. طبعا السيده الوزيره الشكر ليها، لان حتى هي تواصلت وواكبت لي زاسوسياسيون لي فيديراسيون لي سي اف تي، ولكن كاين بعض الاجراءات وشفنا قانون الماليه التعديلي وحنا مخلوعين على المستقبل. من بعد هذا اللقاء الحمد لله ايجابي، لان فيه المواكبه وفيه التواصل مع ارباب الوحدات الفندقيه. كان فيه وزير الداخليه، وزيره السياحه، وزير الصحه، ولاد صاحب الجلاله على كل الجهات، وكان لقاء تشاوري اولي اللي فيه التزام ديال الوزيره باش دير جولات جهويه اللي يمكن ندققوا فيها الامور على حسب خصوصيات كل جهه جهه. كان لقاء طبعا عام ما تطرقناش فيه للتفاصيل، ولكن اللي كان متفق عليه اولا هو الحمد لله بلادنا وبفضل سيدنا كتجتاز هذا الوباء باقل ضرر وفي ظروف يعني مزيانه. الحاجه الثانيه التضافر ديال الجهود باش ننجحوا المرحله المقبله. كانوا طبعا الوحدات الفندقيه عبروا، وحنا منهم عبرنا على الاستياء من بعض الاجراءات اللي ما شفناش فيها الجرأة والشجاعة، وما شفناش فيها الاعتبار اللي خصو يترد لهذه الوحدات الفندقية اللي كانوا منذ البداية هذه الأزمة وطنيين، وعطاو وضعوا رهن الإشارة ديالهم بدون مقابل الوحدات ديالهم والبنايات ديالهم، لأن مصلحة بلادنا فوق كل اعتبار، ومشينا في التوجيهات ديال سيدنا الله ينصره. ولكن اليوم الحكومة مازال ما لمسناش في الإجراءات ديالها دعم لهذا القطاع اللي هو قطاع مشغل وكيمثل 7% في الناتج الداخلي الخام ديال بلادنا، وخصو عناية. اليوم كنعرفوا بأن مازال ما عندناش حتى تواريخ فوقاش غادي نفتحوا الحدود، كيفاش غنهيئوا راسنا لواحد المرحلة وحنا ما عارفينش فوقاش. مسألة أخرى، اليوم الدولة كنعرفوا بأن عندها إشكال وعندها ستأخذ بعين الاعتبار توازنات الماكرو اقتصاديه، ولكن هاد الناس ارباب الوحدات الفنادق اللي كيشغلوا واحد اليد العامله مهمه، نفرضوا لا قدر الله ما اشتغلوش، غادي يكون واحد الفقدان، واحد العدد كبير ديال اليد العامله. هاد الشيء سيدنا ما بغاهش، بغى وكيأكد على ان خصنا فرص الشغل نحافظوا عليها واليد العامله نحافظوا عليها، ولهذا خص بالعربيه الدولة دير إجراءات شجاعة ودير يدها في جيبها باش تدعم هذا القطاع باش يجتاز هذه المرحلة. وفي الحقيقة ما نكذبش عليك، نو سوم ان بو ديسو، يعني حنا كنا كنتسناو أنه تكون شي حوايج ملموسة اللي دعم هذا القطاع، لأن هذا القطاع من بين القطاعات السينيستخي واللي كيشغل واحد العدد كبير من العمال، الشغل مباشر وغير مباشر، بالخصوص غير مباشر لأن كل شيء مرتبط بهذا القطاع. دونك فكنا كنتسناو انه تكون تدابير ملموسه، ولكن مع الاسف وانا كنت عبرت في قال لك عولوا علينا، ولكن خصنا شي حاجه ملموسه بحال مثلا دعم الصحافه اللي كان باين، دعم الفلاحه، دعم بعض القطاعات. دونك حتى حنا كنا كنتمناو انه يكون دعم ديال هذا القطاع، لان من بين القطاعات المتضرره هو هذا. وثانيا كيف جاء على لسان الاخوان كاملين الوزراء انه القطاع كان راه الاشاره ديال السلطات المحليه، وزاره الصحه فعطينا لي زوطيل ديالنا غراتويتمون. الاجتماع كان في المستوى، تنشكروا صاحب جلاله اللي وقف على هذا الشيء، تنشكروا نصر الله، وتنشكروا الوالي ديالنا ديال جهه السوس ماسه درعا اللي وقف على باش جينا حتى لهنا، الليله كله حنا قاطين الطريق. وتنشكروا حتى لي زوطولين اللي جاوا كلهم اكادير ومجموعه ولياش وغيرهم. هادشي كان زعما كان في المستوى. دابا تنطلبوا المسؤولين، تطلبوا بان اكادير فيها الكليان ياك، المغاربه بغاو يجوا ينزلوا، ولكن كاين شويه ديال الصعوبات بحال سد لي ريستورون مع 11 الليل، بحال المسبح خصك 6 متر ولا 3 متر ديال المسبح باش الناس يتسعوم. دونك لي كليون اللي جاو لاكادير ما جاوش لي زوتيل لي ناسيونال تنهضر، مازال ما تفتحت دابا لي فرونتيير. مي جو سوي ان بروموتور اوتولي، جو سوي الحرش امين بريزيدون دو فلات اوتيل اكادير.
Et voilà, les problèmes qu'on a, on a un problème de prêt. On a des échéances qui sont impayées, 3 mois d'échéance qui sont impayées. Il faut comment les régler. On a la CNSS à payer, on a le personnel, il a repris. Tachkro aussi, les autorités, les savent les avions. باش اللي نزلوا عندنا في لوطيل و بوغ هاد لي كونفينمون ديالنا في جوغ اللي جاو كانوا مبلوكين في الخارج تنشكروا لي زوتوريتي اللي فتحوا لنا هاد هاد لو ستيل تنشكر السي احمد حجي الوالي جهه السوس مسا درعا تنشكروا كاع لي زوتوريتي اللي لا ديليغاسيون ديال التوريزم وتنشكروا جميع المسؤولين اللي وقفوا معنا في هاد باش عمرنا لوطيل راه فلات اوتيل كنا عمرناه 90% ومو كار يمكن تاع عمرتي لا 50% شحال 50% اي انزي كومبيا ايغالمون سي لا ميم شوز اون ايتي 60% اوتيل الاجراءات باش الحمد لله زعما دي اكسيون كي اونت ايتي انتربريز سان ديبي فهمتي دونك il faut dire qu'on est au début ديال le règlement du problème maintenant il reste beaucoup à faire hein. donc si on veut parler clairement la saison 20 elle est partie donc nous, la plupart des partenaires maintenant ils travaillent sur l'année prochaine inchallah bihoulillah donc hadchi titlab mjoudat ktir alina wa ba kbir w المجهودات جبارة راه ماشي سهلة فالحمد لله هاد الاجراءات اللي اتخذوا الله يتحلوا فوالا دونك واحد النقطة انا قال لي بلي عولوا عليا حنا فاش لقيناكم يعني شنو كيفاش كتشوفوا بالنسبة للسيد وزير الداخلية تيقول لك كما عولنا عليكم لقيناكم في ذاك الوقت اللي بغيناكم حتى انا كتعول عليا حنا كنشكروا السيد وزير الداخليه على هذه المداخله هذه لان حس بلي مثلا اصحاب الفنادق راه عندهم واحد العيب كثير ان مثلا كل مؤسسه فندقيه انا في مؤسسه فندقيه ديال موكار كتشغل عندي 300 موظف تقريبا راه شي حاجه كثيره 300 عائله هذيك لا الصوم ديال الشهر تدوز عندي 1,700,000 اقل ما يمكن 170 مليون في الشهر خصك توديها راك في هذه الظروف هذا باقي في هذه في الحكومه صاحب الجلاله عاونتنا في هذه الخدمه في هذه المده هذه كتعطيهم ديك 2000 درهم الحمد لله نفسات علينا شي شويه ولكن دروك خصنا نديو ايوا فين غتخلص 1,700,000 ماشي سهله في الشهر خاص لا ما السالاري ولكن دروك بالنسبه للعام دروك 27 مليون صالاري كاين 300 298 بالضبط 300 صالاري هادي هادي بيرمانون ماشي كازين كيخرجوا كيدخلوا ايوا كنتمنى على الله باش هاد الشهر 8 ربما يكون عندنا شويه ديال الباسيس ديال المغاربه يرجعوا يجيو عندنا حنا تتكون ثاني المساله ثانيه راه غنفوتها بخير وعلى خير قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي